اعطيني فرصة يا حبيبي. مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم. عزيز المحمد راجع لكم بشوق عظيم جدا، ويا رب إنه شعور متبادل. راجع لكم في فقرة أو مسابقة الصورة. وش آلية المسابقة؟ راح يطلع عندنا في الشاشة، مو بسؤال، راح يطلع عندنا من اسم الفقرة، توقع أنها واضح، صورة وخياراتها. بالنهاية نجيب متسابق عندنا هنا ويختار أحد الخيارات. مثلاً بعطيكم مثال، أحط صورة سعود الوازعي، الخيارات ضاري سنيد، مهند، سعود الوازعي، من تختارون؟ سعود الوازعي. صح، بلقى مهند صادق لأنه تويا سوا. فهذه مسابقة بشكل مختصر، وفيها بعض الأسئلة فيها تركات بسيطة، راح تكون تظهر عندنا صورة بلوكيشن من أحد اللوكيشنات، في الصورة هذه مثلا الجلسة هذه، تشوفون الجلسة هذيك؟ نعم. يا اللي تباظه يحط الكاميرا على الجلسة اللي في الزاوية، صورة تقعد 20 ثانية بدون لا خيارات ولا شيء، بعد 20 ثانية تختفي الصورة. عقب أسألك موسى وش كان لابس، وأسألك وش لون كاب محمد العويسي، يعني تقريبا معتمدة على الذاكرة. فهذه بعض الأسئلة، تركات تكون، ما هو بكل الأسئلة، بعض الأسئلة. وشاركونا أخواني وخواتي المشاهدين والمشاهدات في تاج البزنس 16. وصح في حاجة نسيت أنبه عليها، في حال عايض الزايد جاء عندي وجاوب لأهمية نقطة، إذا ما جاوب فيه ما يأخذ نقطة، طبعاً تأخذ نقطة لي، بيكون فيه اتصال من الجمهور ونأخذ الاتصال. بعد الاتصال إذا جاوب أحد الجمهور في الجواب راح يحدد أي متسابق يأخذ 100 نقطة. تبون نبدأ؟ طبعاً قرعة المتسابقين راح تكون عشوائية من عند الكنترول. أعطوني أول اسم يا كنترول، قلت تشغلونا باكراوند كويس. أول متسابق